دفعت شركة أمريكان إيرلاينز دعوى قضائية ضد موقع سفر لرحلات رخيصة يعرض رحلات حجز تذاكر مدينة مخفية. سكبت هذه الدعوة القضائية تتهم الموقع بالخداع، حيث يسمح للمسافر بحجز رحلة طيران متصلة تكون عادة أرخص من رحلة بدون رحلة، طبعاً الرحلة الأخرى اللي هي بدون توقف وعدم السفر إلى الوجهة النائش. فينا اليوم خبر في أحد لا هو الخبر عشانه مخيف كمان وغريب شوية. وفقاً لشركة طيران الأمريكية فإن الموقع يوظف ممارسات غير مصرح بها ومضللة في إصدار التذاكر بها. على فكرة الشركة الرائدة في عالم الطيران هددت بإلغاء كل تذكرة تبيعها سكيب لاجد، مشيرة إلى أن كل تذكرة يصدرها الموقع معرضة لخطر أن تكون باطلة. ليش معقدين الخبر؟ ليش يا أشواق معقد الخبر؟ سهل. لا هو تريكش، هو مخيف شوية يعني، لأنه في عالم غامض وغموض وسرية، وبعدين في تذاكر، وبعدين التذاكر يقول لك لا هذه ما هي حقيقية وعالم خفي. موضوع أنا عجبني، فيه له تشويق وإثارة. ليش عايشة نظرية المؤامرة؟ والله عايشة نظرية المؤامرة صح؟ لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.